مشاهدينا متابعين لقاءاتنا ببرنامج يوم جديد ومع سارة بسايبس الفانك شوي كونسلتنت. متابعين اللقاءات واليوم بدنا نحكي عن أهمية هذا العلم يلي شوي شوي العالم صارت عم تعرف أكثر عنه. سارة خبرينا أكثر بالبداية للأشخاص اللي ما بيعرفوا شوي عن الفانك شوي، هيك تعريف سريع نرجع نفوتهم بالأجواز. هو الفانك شوي هو العلم اللي بيخلينا نظبط المحيط تبعنا إن كان بيتنا أو مكتبنا أو الجنينة أو حي المحل اللي قاعدين نحن فيه بطريقة حتى تكون تتناغم مع طاقة الأشخاص اللي قاعدين فيه والطاقة تبع المحل من خلال كل شيء، الاتجاهات تبع الغرف، الألوان، كل شيء، الإضاءة، الريحة بكل أوضة. فهذا هو العلم، هذا المختصر تبع هذا العلم. نعم أكيد كتار من الأشخاص اللي عم تتابعونا صاروا بيعرفوا يمكن القواعد الأساسية وقديش مهم كمان المحل ما يكون مكركب، قديش بأثر كمان على مرات يمكن وجع راسهم الستريس اللي بيعيشوه دايما، قديش منيح يغيروا بالأشياء، يكونوا عم بكبوا الاشياء القديمه اللي ما بيستعملوها، يفوتوا ايتمز والمنتجات على بيتهم. المهم نخلي الانرجي اللي عم بتفوت، يعني صح نفوت الانرجي الجديده بطريقه تكون بصحيه وبنفس الوقت تطلع الانرجي القديم، يعني نخلي السيركيلاسيون تبع الانرجي تكون ماشيه بطريقه صحيه. طب حتى ما نحس في بلوكاج بمحلات معينه بالبيت. ساره سؤال بيطرح نفسه، كون هذا العلم في قواعد رسمية، يعني أنا بعرف مثلا أنه المراية ممنوع تكون بس تفتح باب البيت محطوطة بالوجه لأنه بتظهر الإنرجي لبرا البوزيتيف إنرجي، ومفروض تكون بمحل مش بوج البيت مطرح ما بحطوها كثير من الناس. لما يكون في قواعد بصير هين تكون عم تفرض الاستشارات تبعولك على كل البيوت بنفس الطريقة بنفس الشكل ولا لا؟ في يمكن مرات استشارات خليك تاخذي بعين الاعتبار كاركتر الشخص، هو شو بحب، ستيل بيته. مزبوط. هنا في كفينك شوي كونسلتنسي هو في اذا بدك ستاندردز بيمشوا يعني على كل البيوت كهيك، بس اكيد هي بتصير كثير بيرسونلايزد لكل شخص قاعد بالبيت حسب طاقه الشخص الموجوده فيه وبنفس الوقت حسب طاقه البيت، فهيك بنحاول نظبط الطاقتين مع بعضهم حتى يكونوا اذا بدك بيموت حلو بتناغم مع بعضهم. يعني من هون بتجي كوستمايز لكل شخص قاعد بالبيت. نعم. رح نحكي عن التطبيق ورح نحكي كمان من الأشخاص اللي بيطلبوا الفانك شوي، بس هلأ هيك خطرت لي قديش مهم كمان يكون المحل دايما منقول إنه مرتاح. مزبوط. يعني يكون في محل للبوزيتيف انرجي إنها تكون عم تمرق. في كثير من الستيل البيوت وانت كنت عم تقولي انه بتصير الاشياء كاستمايزد حسب كل شخص. في اشخاص بيرتاحوا يكونوا معجق البيت، في اشخاص بيرتاحوا انه يكون مثلا هون على هيدا السايد تيبل ما في محل تحطي غرض او ما في محل اصبعك تجري كرياتيفيتي من خلال هيدا العجقه. انه كيف تتعاملوا مع هيك اشخاص؟ لانه عن جد في بيوت بتفوت عليها عن جد بيوجعك راسك لترلي. مزبوط هي يعني في مثل ما قلت في اشخاص ترتاح بهيك نوع من العجقه، بتحس حالك مور كرييتيف بهيك عجقه، بس اولدو يعني بنقول انه هيدا العجقه بتعمل بلوكاج للانرجي بطريقه معينه، يمكن الشخص بحس فيها او ما بحس فيها بس بمحل معين عم تعمله بلوكج للانرجي. توصلوا لمحل يعني تقنعي بتقدري تقنعي هول العالم انه مش مفروض يكون في هالقد غراض على الطاوله؟ انا بحاول قد ما في، يعني اكيد بالنهايه شخص اذا بده يعمل فينك شوي لبيته بده يكون مقتنع اوريدي انه هيدا العجقه اللي عم تحكي عنها حتكون عم بتضره بمحل معين، فاكيد يعني الشخص مفروض يعني يعملهم حكرماله يعني حتى يحس حاله عم بيتغذى من الانرجي تبع البيت، ما تكون هيدا العجقه عم تعمل له عم تخلق له مشاكل بلا ما هو يكون عارف فيها. فنحن بهمنا انه يتغذى من الانرجي بدل ما هيدا الانرجي يكون عم تاذيه بطريقه غير مباشره. ساره الاشخاص اللي بيطلبوا فانك شوي دائما بيكون عندهم مشاكل؟ لا يعني ما في لزوم، في كثير اشخاص مش مرتاحين بالسبيس اللي هن فيه، في كثير اشخاص بحسوا حالهم مانن هيك معبئين ببيتهم، مانن قادرين يقعدوا ببيتهم، عم بحسوا في مشاكل عم بتصير معهم، وبنفس الوقت في كثير اشخاص بتحكيني لا بيكون هيك بده عم بيدوروا على نوعيه حياه افضل اذا بدك، يعني حتى يحسنوا بده يظبطوا الانفايرمنت تبعهم حتى يحسنوا حياتهم، حتى يقوي الكوميونيكيشن تبعهم، يقوي الكرياتيفيتي السبيرتشواليتي اذا بدك الروحانيه تبعهم، الاورجنايزيشن حتى يصيروا منظمين اكثر، هيدي كثير بتساعدهم كمان حتى يحسوا يعني
كل شخص فيه يطلبها، يعني ما ضروري بس الأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل، هيدا لكل أشخاص. بأن هي الفينك شوي مخلوق لحتى يحسننا من حياتنا، مش لحتى يعني حتى نحس حالنا مرتاحين أكتر. الأشخاص اللي بيطلبوا هيدا الشيء مش بس بيطلبوا للبيت، كنا عم نحكي أنا وياكي تحت الهواء أنا كمان بعالم البزنس كتير كتير بفيد، وطبعاً لما يكون شيء بفيدنا على تنظيم أكيد مش بس ببيتنا كمان بفيدنا بال بغير مهنتنا. هو في هو الفينك شو يعني حاجة لسبيس في عم بيصير فيها يعني فيها عالم، في انتراكشن، فينا نعملها فينك شوي يعني فينا بالبيت من المكتب. كمان كتير جنينات بينعملها فينك شوي حتى تحس الزرع عم بيكبر أكتر بطريقة أكبر، فلاورز للسيارة بتصبح ليك هديك مرة كنت هون كمان سألتني باسكال لأنه عن جد مرات عن جد بطلع على سيارات أشخاص عن جد بحس أنه بدهم فينك شوي بدي كمان تشوفي كيف أنه عم بيسوقوا يعني إذا سايقيننا يعني حي لمحل. حتى كمان هلا ليت اللي عم نعمل للاعراس كمان فينك شوي بنشوف الكابلز كيف يعني كل ان كان المدام ولا المسيو الدومازيل او المسيو كيف الانرجي تبع كل شخص، وبنعمل لهم تيم اذا بدك كوما تيم كوما للاثنيناتهم هيك بتبين التيم تبع العرس من خلال الالوان الفلاورز اللي بده يستعملوها، الميوزيك، الاكل كيف لازم يكون. ايه فهيدي كمان عم نعملها جديد. عم بتسافري كثير كمان. مزبوط. بلبنان وين منلاقي حالنا بالنسبه لهذا العالم؟ ومطرح ما عم بتروحي وين عم بيكون اكثر شيء يمكن أول شي عم بيتطبق ومطلوب؟ يس بلبنان للاسف يعني قبل ما كانوا كتير مسموع فيه هيدا العلم، مع انه باوروبا بامريكا بكندا بكل المحلات ما في حدا بيعمل بيته، ما في حدا بيشتري بيت او بيستاجر بيت غير يكون عمله فانك شوي. هلا بلبنان يعني رزما يعني من سنتين او اذا فيك تقول من سنتين هلا صارت العالم خصوصا مع كل هيدا الستريس اللي عم بيزيد بالعالم، العالم عم بدها تلاقي محل تنفس فيه يعني محل تلاقي حالها مرتاحه فيه، فعم نسمع فيه أكتر. ويعني كل الفانكشن كونسلتنتس هون خصوصي بلبنان عم نشتغل كلنا بنفس الوقت حتى نعمل انتروداكشن إذا بديك لحتى يعني يصير من أهمية يعني البيسكس تبع الحياة. هلا انا بجرب قد ما فيي الا بشغله وحده مش عم تزبط انه التي في بقلب اوضه النوم ما عم تزبط هيدا معك. ما عم تزبط معي يعني هيدا ما انا منيحه لازم نقبع بعرف لازم نقبع من اساساته. سؤال اخير ساره، يمكن نحن خاصة بمجتمعنا كنت عم تحكي عن برا وعن لبنان، إذا بدنا نعمل كومباريزون يمكن نحن كشعب لبناني خاصة وشعب يمكن بالشرق الأوسط عامة شوي إيموشنال أكتر، شوي يمكن نتعلق بغراضنا تبع الطفولة، يمكن أنا كأم بجمع صور كتير 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 يعني كل رسمة بترسمها بنتي وبشوف بعدين لوين واصلين، يعني بحس انه اذا بعدها اول سنة مدرسة وابني اول سنة جادري وهالقد صار في اخبار، كيف فينا نعمل توازن بين انه ما نخسر السوفينيرز والاشياء اللي معلقين فيها اللي يمكن ما بقى لها طعمة ولازم نتخلص منها وال نفس الوقت عم تعمل لك يكون في كركبة تراكم وراق ما لها طعمة بالاخر. في طريقه اذا كمان ايموشن حتى تخلي تحتفظي بهول الوراق فينا نرتبهم بطريقه يعني ما يكونوا كثير مثلا اذا تنقول بباكس محطوطين ما يكونوا كثير مفلكشين فوق بعضهم، فينا نرتبهم نشيل يعني نخلي بس جوست لو نيسيسير حتى يكونوا منظمين وتحطيهم مثلا اذا عندك بيسمنت او على التدخيته او على شيء محل بمحل يعني يكون شوي بعيد عن ال المحل اللي انت قاعده فيه. فهيك هيك فينا اذا بدك تخليهم فينا هيك نحطهم بطريقه شوي بعيده عنك حتى ما ياثروا عليك كثير. اوكي وبس بدك تعبيلك شوفيهم فيك تشوفيهم يعني بتجيبيهم فيك تشوفيهم وبعدين ترجعي بتضبيهم، هيك احلى طريقه حتى نخليهم بعد عنا شوي. انا بدي اتشكر حضورك كثير معنا ساره بسيلس ويعطيك الف عافيه على كل النصائح اللي بتعطينا اياها واكيد نشوفك الاسبوع المقبل. ثانك يو ميرسي لك. ميرسي مشاهدينا حتوقف هلا مع فاصل ميرا وانا باقيين معكم من هلا لغايه الساعه 11:30 خليكم معنا وانتم كمان.